عيون شاهدت وعاصرت حقبا من الزمن، وأيد بالأنامل خدمت على مر الزمن. نظروا له حياتهم وتعلقت به أفئدتهم، فحداهم الشوق ليواصلوا السير على خطى أسلافهم حتى تثاقلت إليه خطاهم. الحمد لله أنا في نعمة، من أول يوم جئت هنا تارك البلد اللي ولدت فيه وأبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي كلهم موجودين في حبشة، من أرض الحبشة، من أرض بلاد الهجرة. الزمن تجاوز 70 عام حتى أصبح رمزا لا يفارق الحرم. نوري شيخ أغوات المسجد النبوي يسترجع ذاكرة الأغوات في مسجد الحبيب بهيبة وقوفهم وتميز لباسهم وأعمالهم، فكانت نفحات بخور الحرم تخرج من مباخرهم فتفضي على المكان المقدس روحانيته. هذه دكة الأغوات. أول ما جئنا شيوخنا أمرونا نحن نجلس في آخر الدكة، أولاد الخدمة نسمى نحن، لأن نحن خلاص للخدمة، أي شيء يقول في أمل في المسجد نظافة حاجة يستاهل، ونحن نقوم من هناك. عندنا دلو، وعندنا سفنجة، وعندنا موية إبريق كبير، ونروح ننظف ونجي ونجلس في نفس المكان هناك، ما نجلس فوق الدكة إلا الكبارية واللي في الدكة. مباخر يجيبوا لنا في حالتين، في الحالة لما نيجي الضيوف بالمباخر هنا نستقبل، ومباخر نضيف ونستقبل الضيوف من باب السلام إلى باب الروضة، نستقبل الضيوف بالمبخرة ونطيب ليلة الجمعة حول الروضة. ليلة الجمعة في الليل ننظف المنبر ونفتح للإمام يوم الجمعة. اتخذ الأغوات ما يسمى بدكة الأغوات مجلسا لهم، فكانوا يتناوبون في حراسة المسجد النبوي بعد إغلاقه ليلا، ثم يقومون بتنظيف القناديل والعناية بالمقصورة المحيطة بالحجرة النبوية. بعد صلاة العشاء شوية يغلق ويفتح، لما نجي حلال يجي من باب النساء، هذا حلال يعني يجي يقول لا إله إلا الله. نحن نقول هنا في الحصوة، نحن والأسكر والشرطة هنا نام هناك في الحصوة، واحد مننا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم يفتح الباب الحلال، حلال يعني جاج مؤذن، مؤذنين جاءوا يعني معناته، نفتح لهم من هنا يدخلوا، ونعطيهم مفاتيح المنارات. كان 4 منارات في المسجد، كل واحد يستلم مفتاح حقته ويروح يؤذن وينتهي، بعد ما ينتهي يجيب يسلمنا، بعد ما نستلم نحط المفتاح وننتهي نوبتنا ونروح بيتنا نرتاح. ويتولون فتح المنبر للخطيب كل جمعة، ويضعون له العصا عند المنبر ليتكئ عليها أثناء الخطبة، فنالوا بذلك شرف الخدمة في ثاني أقدس البقاع على وجه الأرض.